فنان هاني مهنا يعني في الظروف اللي زي دي يعني بتتعدد الأسباب، ولكن في النهاية بنقول البقاء لله، لأن مهما تعددت الأسباب هو الموت واحد. وأعتقد بقى يعني بعد كده يعني أكتر من 3 أيام فاتوا الأمور كلها وضحت وسافرت ورجعت، يعني لسه ما وضحتش الأمور، ما وضحتش كما يجب، لأن الناس لحد دلوقتي عندها تخبط وعندها غصب عنهم يعني لا حول ولا قوة للقارئ، أنه ما عندوش خيوط مظبوطة، ما عندوش، مش قادر يلم الموضوع مظبوط، لأن التخبطات اللي حصلت في الصحافة دي أنا بأسف ليها طبعا وبعلن أسفي كذا مرة قلت هذا الكلام، ويعني أنا بقول أن يتقوا الله بعض الكتاب، أنه مش بس السبق الصحفي ومش بس الحرص على الكسب وسرعة البيع، هم دول اللي أدوا إلى تجريح والتمثيل بالجثث. لان سالت برضو واحد يعني له في الشريعه وله في الدين، قال ده تمثيل بالجثث لما الواحد يعني يقول معلومات خاطئه على انها مثلا من ضمن ان هي حامل في شهرين. الحامل في شهرين ده الدكتور مصطفى يوم 23 الاحد 23 الساعه 10:30 كانت عنده هي والمدام، وعشان تجهز نفسها للحمل هتشوف كشفت عن نفسها وقال انها انت اوكي عندك استعداد تحملي كل حاجه، والراجل مطلع شهاده دلوقتي وبتتختم انه تبقى وثيقه عشان نكذب فيها الاخبار اللي هي ما ينفعش الصحافه المصريه تتناولها من اي حد عابر، زي ما احنا عاصرنا العصر الجميل الفني عاصرنا برضو ايضا العصر الجميل الصحفي، والناس اللي هم ما كانوش بيكتبوا كلمه واحده الا من مصدر موثوق بيه ومصدر ما يخليش البلد في هذا المنعطف بالذات. فالتخبط اللي حصل ده يعني انا شايفه ان هم بيحاولوا ان هم يشوهوا صوره ذكرى. ليه مش عارف مع انها يعني الانسان عايزين يطلعوا يعني ان هي اللي كانت السبب، مع ان في جواب بيقال ان هو كان هينتحر وانه ما كانش شارب على فكره، يعني انا شفت برضو ان هو مخطط لده، التقرير ما كانش شارب وهي مش حامل، وعندنا كل الحاجات الدلائل وان شاء الله هتبقى كلها وهنعمل مؤتمر صحفي كامل للموضوع ده، لانه ما يصحش اطلاقا يكتب الاكاذيب المهوله دي اللي الست بالذات اللي اختارت بلد مصر تقول انا هبقى دي مقر حياتي ليله اخر يوم في عمري، ولو كانت تعلم ان نهايتها في هذه الاونه كانت فعلا تركت وصيه ان هي تدفن في مصر من حبها الشديد جدا لهذه البلد. لما عملت فيلتها في يوم من الايام في تونس على اساس في كان حصل الكلام مش عارف ايه وضايقت شويه وراحت هناك، سابت البلد قالت لي هقعد شهر غير اعصابي كده ورايح اعصابي وارجع، قعدت اسبوع وجت، جيت يا ذكرى قالت لي انا حسيت بالغربه ببلدي، انا حاسه ان دي بلدي، رغم انها قاعده في البيت بتتعاطف مع يعني تقول لي افتح عين الجزيره بسرعه ده في مش عارف ايه في ايام الانتفاضه، شوف وتعيط تتعاطف مع الموقف لا بتخرج. وبعدين يوم حرب العراق كل شويه لما يحصل كارثه تقول ابرياء وتعيط، بتحس يعني انها المظلوم او المقر بتعيش احاسيسه بشكل غير طبيعي، احساس الفنان المظبوط. وبعدين انسانه قاعده في البيت بسميها انطوائيه بعض التريق عليها ما بتخرجش، فين وفين لما بنخرج مع بعض مره في الشهر ولا بتاع، انسانه مش النوع الاجتماعي، عمرنا ما قرينا عنها يعني حاجه تسيء ليها، تسيء بالعكس هي بتحب تلعب تقعد تتفرج على افلام تتفرج على اخباريات تلعب اتاري قاعده في البيت يعني هي طفلة. انا عايزه انا عارفه انها مقربه ليك جدا ولزوجتك مدام بيتي وداد اختها كانت على طول عندك، يعني انا من معرفتي بيك وبشوفها على طول فكل الاخبار وكل الاسرار وكل حاجه صغيره وكبيره بتحكيها. هل كان فعلا في خلافات؟ والله هي ما فيش خلافات ولا حاجه. انت عارف ايمن طبعه جديد، طبعه جديد هو على فكره طبعه جديد خارجي ده ماسك، هو جواه طفل، جواه طفل فعلا، وهي كشفت الطفوله دي عشان كده حبته وعشان كده هو حبها، وبعدين ما لقاش جواها او في التعاملات اليه التعامل معاها ما لقاش نفس الاليه بتاعه السابقات، يعني لا هي محتاجه منه مرتب ولا في المقدم ولا مؤخر، وهو اللي اقر هذا ليا. فاذا النهارده المواقف دي كلها خلته يحبها فعلا حب جديد. موضوع الوثيقه اللي هو اللي كتبه او يعني الوصيه اللي لقوها كانت دي مخطط ليها انه يبقى في يوم من الايام هيعمل كده، امتى ما حدش يعرف، انما اليوم ده بالذات ما كانش مخطط، يعني كان وليده اللحظه انه مثلا جايز هي استفزته طلقني مثلا مش عارف ايه كانت، انما ما فيش خلافات جوهريه بينهم من بعض ان هو عايز مثلا يقول لها لا غني الصبح ما تغنيش بالليل ما تسافريش بره. قلت له لما تقول لها كده طب ده في نقاش قبل كده بيني وبينه جوزها ليه؟ ما تطلبش منها حاجه انت ما اتفقتش معاها قبل الجواز، السفر ده هي ما تروحش اعداد خاصه ولا اغانيها تنفع للافراح،
حتى في بلاد عربيه، هي بتروح اعياد قوميه لبلاد عربيه، بتروح مهرجانات، بتروح كذا، وتجيب ده بتعيش من عائلتها وكذا. يعني احنا النهارده في هذا العزاء الموجود بستر حرم رئيس زين العابدين عامله برضو عاملين عزاء كبير جدا، ووجودها جنب اختها، وقالوا لي ان هي موجوده في العزاء. والرئيس ما عندكش فكره يعني الحزن الشديد جدا في تونس، ال 60 70 الف اللي مشوا جنبينا، والتلفزيونات العالميه والطيارات الهليكوبتر وتيفيسانك ومش عارف مين، يعني حاسين ان مش عشان ذكرى كحجم فقط، انما النهايه المأساويه دي كانت اضخم بكتير قوي من اللي حصل، فمش عايزين نستغل هذا الموقف. انا هقول لك يعني من خلال انا وانت معرفتي بأيمن وبذكرى يعني برضو ايه شايفين الموضوع، نقدر نقول ان أيمن كان شوي في حياته، حب يبقى انتحاره شوي، يعني لما وصى انه يعمل نص صفحة لو هو كان مات لوحده ما كانش حد هيكتب عنه ولا هيتشهر، وانه هو قال لك فرصة انتهز الفرصة، ان انا يعني برضو في خلافات ان ما حدش يعيش بعدي، يعني مخطط ان عايز ان اخباره كلها تكتب في الجرايد والمجلات، وكان عنده خال انتحر قبل كده، يعني ده موجود في اسرته، يعني ان الموضوع ده سهل عنده، يعني وان انه حب ان يعني ان يوصي ان نص صفحه تنزل، والعشاء مش عارفه ايه، ودي واعمل ايه، يعني واحد عايز شو، فشو بذكرى وبيقول لك قاعد على الكنبه وطلع، يعني هو قاعد وضربها، يعني واحد متمكن من ادواته، وانا ما كانش بيحب مدير اعماله، هو ما فيش يعني مش ما يحبش مدير اعماله، هو كل الموضوع كل اثاره الماليه والاقتصاديه بينه وبين البنوك، كان هو الاخ عمرو هو اللي عارفها، وسيده حرم طبعا عارفها، وبالتالي هو ما يعني لما جه يتكتم هذا السر وما يبقاش في شهود في الموضوع وكذا، فكانوا موجودين في هذا المنطلق في هذا الموقف، لان هو واعي انه ينزل كوثر وما يقتلش الشغالين ويمشي السواق، يعني واحد قتل قتل 10 زي قتل 100 زي قتل واحد، في النهايه هو هيقتل نفسه، فمش هتحاسب، الحساب عند ربنا طبعا اكيد، لكن ما هوش حاله هستيريا، لا مش هستيريا ولا حاجه، زي ما انت قلتي ان هو بيحب الشوينج وبيحب الحاجات دي، بس مش لدرجه ان هو قتل ذكرى عشان كده، هو قتل ذكرى عشان ما حدش يلمسها من بعد رحيله حبا فيها، يعني فعلا دي قصه 2003 بتاعت رومي وجيليت وعطيل واحمد سامي واسمان، الحاجات اللي احنا يعني ما تبقاش لحد بس بالظبط ما تبقاش لحد من بعده، ودي قصه رومانسيه، لا وفي منها شهره، لان ايمن بيحب الشهره على فكره، العشاء والحاجات دي اللي قال عليها دي موجوده في الاسره وموجوده الاسر كلها الشرقويه وفي البلاد الصعيد، بس كل حاجه بس في نص صفحه، والاكل مش عارفه يعني احسن اكل، طب ناديه انت سويدي مش هتعمل، انت تعرف ناديه برضه، ناديه فين مراته؟ ناديه في المغرب، هي فعلا لسه على ذمته؟ انا ما اعرفش الله، بس لا هو يعني اكد لي ان هو طلقها، اكد لي قال انا طلقتها، وديتها كل حاجه طلبتها اديتها لها وسافرت المغرب، انما هي ما ظهرتش، ما ظهرتش طبعا، هتظهر ليه يعني؟ مش يعني حتى لو في حاجه هو طلقها ما لهاش حاجه، كان عزمك اليوم ده فعلا؟ لا مش الكلام اللي مكتوب ضمن برضه ضمن الحاجات، ولا انت ولا في فنان برضه كان، لا هقول لحضرتك هقول لك بالظبط، اولا سامي العدل كان في بيروت كويس، فاروق وعمر عبد العزيز كانوا في شرم الشيخ، ان احنا مقربين لبعض كلنا، سامي ما لوش لانه كان في بيروت طبعا، انا كلمني يوميها مره واحده بس، وقبليها بيومين تسهر معاه، قلت له تعبان جدا، كان اول يوم العيد، قلت له تعبان جدا جدا لان صليت صلاه العيد ويعني وصلت اليوم وهنام بدري، اليوم اللي هو اليوم الاربع راح اتعشى عند عمرو وخديجه مع ذكرى يعني اسريا، حتى كلمتها يعني ذكرى، هي تعرف خديجه ولا دي ذكرى؟ لا هي لا مش اول مره تعرفها طبعا، كوثر قالت انها اول، لا مش اول مره، يوم الاربعاء متعشية عندها، وكانت من اسبوعين متعشية عندها في بيت برضه، واصدقاء يعني هي بيكلموا بعض كل يوم، طبعا هي ذكرى كلمت المدام عندي وقالت لها احنا رايحين دعوه اسريه عندهم ده يوم الاربعاء، يوم الخميس ذكرى بتاعت خمس تليفونات بتكلم بيتي ما تيجوا معانا النهارده وبتاع، ايمن كلمني مره واحده ما تيجوا بالليل، بتهيألي لو رحنا ما كانش حصل اللي حصل، لان من عادة عادتنا ان احنا لما بنسهر ما ننتقلش لبيت احد الاصدقاء، يعني بخلص سهرتنا في المكان نفسه، كل واحد بيروح بيته بالظبط كده، فهو لا هيجرؤ انه يقول لي تعالى البيت عندي ولا يجي البيت عندك في بعد السهره، استحاله يعني، حتى لو قعدنا عشان نتكلم الا في مناسبه وبعدين لو انا كان ما قعدنا نلتقي يوم السبت عشان يقيموا لي شريطه على ذكرى اللي هي مثلا تسجل خلاص تنازل شويه من الصبح خلاها بعد الظهر مش عارف ايه الحاجات دي كلها، ان يوم السبت نلتقي عندي في البيت
وطبعا لو دخل بيتي مش هيخش بسلاح. ده مؤدب جدا رغم ان هو مثلا متهور او بتاع، انما مؤدب جدا في الانسان، لا بيغلط مع حد وهو انسان واعي لنفسه. مش هيخش بسلاح البيت عندي عشان يبقى داخل عشان يحل مشكله، فما كانش هيحصل من هذا القبيل اطلاقا ولا واحد في الالف. فيوم في الهزومه دي هو عزمني كده، يعني ايه، طب والنبي لو قدرت تيجي تعالى خلاص، ولو بتقالي لو كنت رحت ما كنتش رحنا البيت عنده ولا هو جه البيت عندنا، وبلا كان حصل العسل. انما زي ما تقولي قضاء الله كان هو ده بالظبط التاريخ اللي هو كتبه ربنا. احنا طبعا في عزاها النهارده ما مش هنملك غير ان احنا نطلب لها الرحمه، وافتقدنا مطربه كبيره جدا، والبقاء لله. البقاء لله.